السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصلنا للمحاضرة الثالثة اللي هي ضمن برنامج الهيت ريزرفوار سيموليشن. مثل ما قلنا انه احنا نقدر نستدعي، نقول فايل او اوبن ووتر شيد، راح نقدر نستدعي الووتر شيد اللي احنا مشتغليها وانشئناها مسبقا. استدعينا الووتر شيد طبيعية، اقدر هذا الـ احنا نسميه الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة، عادي تقدر تستدعي بكل سهولة. نرجع، انا اريد اضيف النهر، شنو اسوي؟ اروح للجي اي اس الخاص بي، استدعي النهر اللي عندي. هسه راح استدعي مثلا انيمال واحوله شيء فايل. عندي نسخه من النهر بي اتش دي بيبر 3 ديسكريبشن اوف ستدي اريا ديسكريبشن ريتش. هاي نسخه من النهر، تمام. شو اسوي؟ اروح لهاي النسخه من النهر اللي عندي، احولها شيب فايل، اكسبورت داتا، اكسبورت في اي مكان ما، بس المهم انه اريدها كنسخة شيب فايل، تمام. حفظتها كشيب فايل، وين اسيبها؟ هسه كسيب، اوكي سيب نو، خلي اخزن المكان مالتها. راح وين اخذنا؟ انا سبق ونوهت قلنا من ينشئ البرنامج تطلع بعدة خيارات بالمابس، راح اخذنا مال البرنامج الاصلي نفسه اللي هو هذا منه. من البرنامج يصير هاي بداية البرنامج هيك ريزرفوار سيموليشن، تطلع بالبيس، من البيس اسم اللي انت سميته الخاص بالموديل اللي راح تشتغل عليه، راح تلقى بيه هاي الاوبشنات. انا شنو راح اسوي؟ راح اخزن هنا الماب ضمن الماب، فارجو ارجع للارك جي اي اس اقول له الخيار وين دكتوره بي اتش دي بيبر اتوقع بيبر 5 عفوا مو 6 5 هيك ريزرفوار سيموليشن البيس الريزرفوار المابس. هنا راح اخذنا اني فاسمي شنو؟ الريتش ار اي اي سي اتش عفوا باللغة العربية ظهر R C H. اختار النسخة هنا للبرنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن ريتش شيب فايل، فهسه الريتش انطيته بهذه الصيغة. اقول له سيف، سيف لي، نعم سيف، اوكي. هل تريد وضعه هنا؟ نو او يس، اوكي لا مشكلة. هسه هذا هو الوضع هنا. شو تسوي؟ ادخل على الاتريبيوت تيبل وتأكد، شوف لاحظ، تأكد من الهايدرو مالته غيرها. هسه نجي انا للبرنامج الاصلي مالتي، اروح استدعي، اقول لهم شلون عرفنا نتعلم شلون نستدعي بالبرنامج. اتوقع علمتكم ذيش المحاضرة السابقة اللي قبله. اروح على خيار فيو، من فيو اقول لاير. اذا تروح على الماب هسه تلقاها مغلقة غير مفعلة، شلون اضيف الماب لاير؟ تروح على ادت، تقول له الاو لاير اديتنج، بعدين تروح على يمين على المابس، تقول له اد ماب لاير. راح يوديك المن، تروح للووتر شيد الخاص بك انت وين موجود بالدي، تختار الدي، تمام. وين بدي بالضبط؟ بالمابس. هذا عندك بالمابس احد الامور اللي موجوده هو الريتش. ريتش اختار كلمه اس اتش بي بصفه، هذا لاحظ هنا. هسه يكون افضل، هسه اقول له اوكي، تمام. هسه شو تسوي؟ كل خطوه تسويها تقول له سيف، سيف ووتر شيد، سيف لي. انا هسه وصلت لهذه الخطوه، ما احتاج اضع الووتر شيد مال منطقه الدراسه، العفو الشيب فايل، يعني هو انا اهم شيء يهمني النهر ويهمني الريتش. اجل الخطوه اللي بعدها، تمام. كل خطوه تسويها ما تنسى ان تقول لها سيف، سيف، تمام، ضروري. يعني كل خطوه اسويها اقول لها سيف ووتر شيد. هسه بعد ما سوينا، انا ضروري بالنسبه بالمناسبه ظهرت هنا، اروح ارجع الى خيار فيو اقول له لاير. اروح انا شنو ضفت هسه؟ ضفت، شوف هاي الاشياء الموجوده، ضفت ريتش. ادخل على الريتش هنا، هذا اللون هو منطنيا، مجرد ضغطه واحده عليه تقدر انه انت تغير اللون مال الريتش، تقدر تسوي منقط، تسوي، لاحظ هسه راح اغير لكم اياه هنا حتى تكون واضحه امامي. هذا الديفولت كلر اللي هو ناطك اياه، تقدر تلقائيا تغير بيه انت، تختار اللون اللي يناسبك، تختار التأشيرة اللي تناسبك، يعني شيء راجع لك، يعني تقدر تسوي ايديت بي بالبرنامج الدايتا هنا نفسها.
هاي لاحظ هنا هاي الداتا. اذا انتبهنا حاليا مجرد اني ما ضغطت على الفيو لاير رحت على الريتش اريد اعدل به، العفو ما تعدل مباشرة، اضغط اضغط ما تعدل. الخلل وين؟ اروح على edit اقول له allow layer editing عدل لي بالطبقات، بعدين اضغط مباشرة هنا اقدر اعدل. يعني الخلل وين كان؟ انه احنا بالتعديل مالت نعمل، اروح على layer واختارها، المفروض انا قايلة allow layer editing، بعدين اروح اختار اللاير الخاص بيها اقدر اعدلها. تمام عيني، انا شنو اقصد بالتعديل؟ اقصد انه ممكن هذا اللون تريد انت تخلي الويت مالته اعلى، فتروح مثل ما قلنا على فيو لاير، بعد اللاير انه تروح للريتش، قبل ما نروح للريتش نقول له الله لاير اديتنج. تمام عيني، بعدين نختار هنا البروبرتيز الخاصه بي بالتعديل. هسه راح يطلع لنا اوبشن جديد اللي هو خاص بالتعديل. هذا هنا ايش تقدر تتغير؟ تغير اللاير، تغير الويت مال، فمثل ما تعلمنا. زين شلون اضغط عليهم؟ عفوا اضغط عليهم شلون؟ شنو تسوي؟ تضغط على هاي كلمة الريش نفسها، لاحظ يعني مو تروح تضغط على الديفولت كلر هنا ما يتغير. شلون اغير الكلر الخاص بي؟ يعني لاحظ هسه مثلا انت اغير بالستريم اليجمنت، شوف هنا تضغط على هذا الخاصية نفسها، يعني هسه انا بالريتش اللي ضفته اضغط عليه على الريتش، اضغط دبل كليك يفتح لك الاوبشنات الداخليه البي، وهاي تقدر منها تغير الستايل مالته، تغير الويت مالته، تنطيه مثلا وزن اكثر، تغير اللون تنطيه هسه هنايا وزن اكثر مثلا، تغير الدارك بلوج قد تنطيه بعد هاي، يعني مثل ما نقول يم الطالب نفس اللايت ويت او البلو. تمام، تقول له ابلاي، بعد ما تقول له ابلاي تقول له اوكي، وترجع هنا تقول له ابلاي، تلاحظ تغير بهذه الصيغه. هاي اول خطوه تسويها انه انت تضيف الشيب فايل الخاص بمن بالريتش اللي هو يخص منطقه دراستك. منين تجيبه؟ تجيبه من الجي اي اس. هذا لاحظ الجي اي اس هنايا، تروح تجيب من عنده الفولدر الخاص به، هذا الريتش مالتك هنا. بس شو تسوي؟ تروح تسيفه كشيب فايل، اذا انت حافظها باي صيغه تقولها داتا، داتا اكسبورت، واخزنها وين؟ اخزنها بالماب مال الريزرفوار اللي انت سويته. انت مو سويت ريزرفوار، العفو ووتر شيد جديده ضمن الهيك ريزرفوار سيموليشن، راح تلقى بداخلها ماب كذا هذني. هسه انا راح انا سميته ريزرفوار، انت مثلا ايش تسميه سميه. من تدخل عليه المكان اللي انت الان سويته بالديتيل تلقى هاي الخيارات، تروح على مابس اخزنه بمابس، لاحظ هسه انا هنا خزنته، ايش تخزن؟ تروح على الجي اي اس، هاي الريتش حرك ووتر كشيب فايل منا، شلون انطيق صيغه الشيب فايل من هنا؟ وين اروح؟ احدد المكان اللي قلت لكم اني مسويه بيه هذا. تمام عيني، هسه هنا خطوات واضحه لا تنتبهون علي، انا دا اشرح بالتفصيل الدقيق والممل، يعني حتى ماكو طالب او العفو باحث او طالب دراسات عليا يتاخر او ياخذ وقت بهذه الامور، لان انا صراحه هاي الامور اخذت من عندي مثلا 3 أيام 4 أيام يلا عرفت هذه الشغله، فحتى ما الطالب اللي بعدي او طالب الدراسات او الباحث ياخذ من عنده الامر ممكن اسبوع هو ما يعرف هاي الخطوه يسويها. فانت تنتبهون حتى مرات اذا البرنامج نفسه ما استدعي لكم راسا، لا لا اقول لكم منين تجيبونها وكيف تشرحونها وشون تخلونها. فهسه اول خطوه ضفنا الشيب فايل اللي هو شنو؟ الريتش. ارجع للريتش هذا نفسه، لازم اني ابين النقاط اللي عليه، النقاط اللي عليه شلون ابينهن؟ يعني البوينتات اللي عليه الهايدرو، يعني الاو بوينت، تروح على اليمن على ووتر شيد، لاحظ الخطوات. بعد ما تروح على الووتر شيد تقول له ستريم الجمنت. تمام، عندك بالستريم الجمنت عندك هواي خيارات، تروح على خيار راح تلقاه ضمن الريتش تلقاه هايدرو اي دي، هايدرو اي دي. تمام، هاي الهايدرو اي دي تقول له ريبليس، بدل ويز اكسيستنج الستريم الجمنت، يعني ضيف لي هاي الستريم الجمنت الخاصه بي، ضافها. لاحظ ضاف كل الستريم الجمنت. هسه هنا ماكو اتوقع عنده مشكله، اذا احد عنده مشكله لحد الان يعني بأي خطوة ضمن هذا الفيديو اللي راح ينزل مباشرة يقدر راسلنا على القناة ونفهم هي. طيب هاي ست منين جابهن؟ ارجع للجي اي اس، هذا الريتش مالتك اللي ست هذا منين اجيب الريتش؟ اما انت تسوي تحليل
لمنطقة دراستك، الووتر شيد مالتك اللي الشيب فايل مال منطقة دراستك الستريم، أما باستخدام برنامج سوات وترجع للستة سوات، أو عن طريق الآر جي أي إس أيضا يسوي لك تحليل هيدرولوجي ينضيك الريش الخاص بمنطقة الدراسة. تمام، هذا الريش من تدخل عليه لاحظ بأتريبيوت تيبل، أوبن أتريبيوت تيبل تلقى كل هالخيارات الأوبن الآرش الفورم، تلقى أكو هايدرو أي دي صبي زين تبدأ نقول هين، وهذا الهايدرو أي دي وهذا الأوتلت أيضا، فأنا شو نضيف؟ نضيف الهايدرو أي دي. تمام عيني، هسه هنا ماكو أحد عنده مشكلة إن شاء الله. نرجع لبرنامجنا الرئيسي، أنا دا أحاول أفتح برنامجين حتى خاف أحد يسألني هاي منين إجا هاي منين إجا حتى ما يضيع. هسه لهنا ضفنا كل الاي دي الخاصه بهن، اجي بعدها اضيف شنو احنا نسميها، نضيفها كومبيتيوشنال او كومبيتيوشن بوينت تول، اقدر اضيفها عن طريق هذا الخيار، عن طريق خيار الرسم انه اني اقدر اضيف الكومبيتيوشنال دي، يعني شنو اقدر اضيف ريزرفوار، هذا شنو الخيار اسمه ريزرفوار تول، خيار الريزرفوار اقدر اضيف ريزرفوار لمنطقه الدراسه لكل وحده، يقول لك اد نيو ريزرفوار، مثلا هنا احتاج انا ريزرفوار، هنا احتاج ريزرفوار، هنا احتاج حسب. انا صراحه الريزرفوار راح اشتغل عليه، يعني هسه انا بالنسبه لمنطقه دراستي عندي ريزرفوار خاص بكيبان، عندي ريزرفوار سد طبقه، سد تشرين، سد الثوره، عندي هنا بعض السدات الصغيره، يعني عادي انا وين شغلي وين اريد اسوي اوبريشن يا ريزرفوار، عندي ريزرفوار لخزان سد حديثه اللي هو هنا واقع ضمن هاي منطقة الدراسة، أريد أسوي له دراسة أوبريشن، أسوي له تشغيل. تمام، فأنا راح أختار هذا الريزرفوار الموجود بمنطقة دراستي هنا، إذا أحد عنده سؤال أو استفسار لهنا يقدر يراسلنا. هسه نرجع شلون أسوي له، طبعا بالمناسبة كل خطوة تسويها تقولها سيف ووتر شيد، وتقدر تسيفها كماب لاير بالمناسبة، سيف أص يعني تقدر تسيفها نفسها كماب لاير، يعني شنو يصير بيها خطوات غيرها. هسه انا وين راح اخزنها؟ بالبي سي، بالدي، بالدكتوراه، ضمن البي اتش دي بيبر، البيبرز، البيبر الخامس اللي هو هنا اسميها مثلا ريزرفوار اوبريشن، ار اي اس اي ار في او اي ار اوبريشن، تشغيل خزانة، تشغيل خزان او بي اي ار اي تي اي او ان ريزرفوار اوب، سوري اكتب بالعربي ريزرفوار اوبريشن. طبعا الصيغه تقدر تختارها اللي انت يحفظ بيها ويندو او جي بي جي، او اكيد ويندو تحفظها كنسخه ويندو، بس احنا راح نسميها ار اي اس ار بي او اي ار ريزرفوار. تمام، اقول له سيف، يحفظها من تفتحها يحفظ لك اياها كصيغه هالشكل، يفتح لك اياها مباشره. هسه نرجع على الخطوة اللي بعدها، أريد أنا شنو أضيف؟ قلنا لهذه النقاط اللي هي أوتلت هايدرو أريد أضيف ريزرفوار خاص بمنطقة دراستي، شلون أقدر أضيف الريزرفوار؟ العفو، إذا أحد يسألني إنه شنو هاي النقاط اللي انضافت؟ شوف لاحظ، هسه أنا من جبت الريتش هنا مباشرة من الجي أي إس، مو كان ما أقعد أرسم ستريم ألجمنت، صراحة ستريم ألجمنت هذه الخطوة، هذه بالذات هاي الخطوة، هاي من أريد أجيب طالب أولية وعلمه يرسم ستريم الليجمنت شلون يسوي سكتش، بس انت كطالب دراسات عليا ويعني اذا تريد تعلم هذا البرنامج الى طلاب الاوليه المرحله الرابعه ضمن تطبيقات مثلا يعني هندسه الموارد المائيه، تعلمه برمجيات سوفت ويرات، فتعلمه هذا البرنامج فتروح تعلمه شلون يرسم سكتش، تاخذ الاوبشن منه ويرسم سكتش. احنا لا، احنا كطلاب دراسات عليا وباحثين المفروض نروح نجيب الستريم مالتنا من الجي اي اس، من التحليل الهيدرولوجي الخاص بي، جبناه هنا استدعيناه كشيب فايل، حفظناه استدعيناه هنا، نجي اكو نقطة هنا اسمها شنو؟ تضيف انت، احنا نسميها جكشن بوينت، جكشن بوينت، اكو خطوة انه انت تقدر تضيف ايضا جكشن بوينت، دايفرجن بوينت، جكشن بوينت، تقدر انه انت تضيفها للبرنامج يعني للعينه مالتك ستريم الليجمنت، كل شيء تقدر. فانا مو كان ما اقعد اضيف هنا جكشن بوينت جكشن بوينت جكشن بوينت، استعين على هذه الخطوه شنو اسوي؟ اسوي هايدرو اي دي اللي قلنا منين؟ من فيو على العفو الووتر شيد، اروح الى انبور ستريم الليجمنت واقول له هايدرو اي دي، واحدد الجكشن بوينت
بصورة عامة لكل هذه المنطقة. تقدر انه احنا نحدد مثل ما نقول junction point لمنطقتنا؟ اي نعم، اقدر انت تحدد junction point لمنطقتك، بس عن طريق من؟ عن طريق انه انت ترسمها رسم اعتيادي لها من هنا، امباكت لاير، يعني تاخذها كاوبشن وترسمها هنا، تقول هاي ستريم. لحظة هسه اقراها، شو بده يقول لك؟ هاي ستريم جنكشن، يعني نقطة تقاطع، ترسم لك مناطق تقاطع. هاي يمثل لك التقاطع، يعني هذا النهر مع هذا النهر تقاطعوا، هاي النقطة هاي موجودة هنا. ستشوف عندك، شوف هنا، لاحظ ما عندك على طول، لأن هو نهر واحد، بس كل منطقة يتقاطع بيها أكثر من فرع نهري يسوي لك جنكشن بوينت. تمام عيني، هاي مكان ما نقعد احنا نرسم من وحدة وحدة، راح ينطيني اياهن بالبرنامج. خاف احد يسأل عليهم شنو معنى الهاي درو اي دي، هو الجكشن بوينت. تقدر ترسمها من هنا وتقدر تستعين بها بالبرنامج الرئيسي، ترسمها من هنا بشكل مباشر عادي، نو بروبلم. اللي احنا نسميها ستريم نود تول. نود شنو يعني؟ يعني الجكشن، تقدر تاخذها وترسمها، بس تجيبها من الجي اي اس يكون اضبط، خاصه قلنا اذا انت عندك بحث علمي او انت كنت طالب دراسات عليا. بس لا تنسي تتعلم سكتش، ما تقدر تاخذ وترسم يعني فري هاند مثل ما نقول. بعدين هسه من وصلنا، وصلنا للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها شنو؟ انا اتكلم عن عنوان شلون ارسم ريزرفوار، شلون انا ابين ريزرفوار وارسمه، شلون اقدر. فهواي سالت بالفيديو الاول، دكتورة شلون أني دا أضغط الملفات، أضغط على هاي الخيار ولا أضغط على هاي النود، أضغط يعني ضغطت ورحت هنا أرسم ما تتحرر عندي، شلون أقدر أرسم بيه؟ صراحة راح أسوي لكم فيديو، فيديو واحد بعد هذا الفيديو، وراح أنوه لكم عليه أيضا بهذا الفيديو. من تروح على الخيار، على هذا الخيار اللي هو ستريم اللقمة تول، أرد أرسم أنا اليوم نهر هنا سكتش، أضغط ما يطلع لك، شو تسوي؟ اكو خيار برس اضغط، اكو كنترول اللي هي احنا نسميها كنترول سي تي ار ال، موجوده موجوده بهواي جوانب، لكن تلقاها بالركن الايسر الاخير من الكيبورد، صايره بالاسفل، فتضغط عليها، اضغطها بحاسبتك نفس الوقت وحرك هذا يتحرر. تمام، عرفت شنو تسوي؟ تضغط كنترول وتخلي ايدك مضغوطة على نفس الايكون اللي بالكيبورد، يعني ايدك تبقى مضغوطة عليه وتمشي ترسم. لاحظ هسه انا ايدي مضغوطة عليه، ارسم هنا ارسم هنا ارسم هنا، سويت نهر هيش اصطناعي مثل ما نقول، ارسم ارسم ارسم، هذا نهر اصطناعي. هسه ارفع ايدي من الكترول، اقول له خيارين، ده يقول لي اوكي انت سويت لك ستريم جديد تريد احفظه اليك، اقول له نو هسه هاي كانسل، انه لا تحفظ لي. بس اذا احس ان ست شلون استخدم ذن الخيارات، تضغط عليه، من تضغط عليه راح يتفعل لك الايكون، يصير بهذا التفعيل، تروح على اي مكان تريد ترسم انت بيه، تضغط على زر كنترول اللي هو يعني الاختصار مالته موجود بالكيبورد مال حاسبتك سي تي ار ال كنترول، تضغط عليه وتبقى ابهامك ضاغط على هذا الايكون اللي هو الكنترول، وتحرك الماوس بنفس الوقت. يعني لاحظ هسه انا المشكله ما اقدر اصور لك هذه اللحظه لان التصوير مالتنا مو 3D، فضاغطه انا هسه بهذا الوقت على كنترول، لاحظ ضغطت عليه، اروح بهذا الاوبشن اضع ايدي هنا، لو ما ضغط على الكنترول ما يتحرر. تمام عيني، اسوي هنا مثلا هسه اني ارفع ايدي من الكنترول، اقول له هالشكل، ضغط يعني دبل كليك سمالي. تمام عيني، وكذلك الخيار الثاني، وكذلك لكل خيار من هذه الخيارات. هسه انا هذا ما احتاجه لان ما اريد صناعي، يعني صناعي. هسه مثلا راح الريزرفوار، اريد اضيف ريزرفوار اني، اتفعل عند الريزرفوار، شلون اضيفه؟ اضغط على كنترول، اروح اضغط هنا مثلا، انا اريد اضيف ريزرفوار هنا مثلا، هنا اضيف ريزرفوار، لاحظ تفعل، المن اريد الريزرفوار الى حد هنا، ارفع ايدي من الكنترول، اضغط دبل كليك هسه، هسه ها قال لي انه سويته انت خارج منطقة هذا، فهسه اضغط هنا، شوف هسه انا ما ضغطت كنترول نسيت، ما تفعل عندي، اروح اضغط على كنترول هنا. هسه هذا الست اوف اوتلوك داز نوت فور ان كلوزد وول، ها لازم انطي كلوزد وول. تمام عيني، هسه احنا انا اهم شيء اريدكم اللي تعرفونه انه انت شلون تسوي تفعل الخيارات. هسه انا راح اجي اضيف ريزرفوار، يعني هاي فد شيء خارج وانا راح اسويه بفيديو واحد،
حتى خاف احد يقول اني نص هذا الفيديو انا ما منتبه له غيره، فراح اسوي فيديو ان شاء الله وحده شلون انا اقدر افعل هذه الخيارات. ارجع الى اوبشن اضافه الريزرفوار تول، وين اضيف الريزرفوار تول الخاص بمنطقه دراستي. هسه مثل ما نلاحظ هنا اعزائي الباحثين انه انا اريد امثل الريزرفوار اللي هي اخر اوبشن تقريبا ضمن الووتر شيت سيت اب. شلون اقدر امثله؟ اروح على هذا الخيار اللي هو الخاص بالريزرفوار تول، اضغط عليه، اضغط بريس كنترول مثل ما علمتكم عليه. مثلا انا اريد اضع ريزرفوار هنا، مثلا اختار النقطة النهائية مو نقطة البداية، يعني من هنا يبدأ لي، اضغط كنترول عفوا الى هنا مثلا، اضغط على نفس النقطة مرة ثانية، يقول لي انطيني اسم الريزرفوار، راح اسميه اقول له هذا حديثة ريزرفوار، عفوا حديثة ريزرفوار، حديثة ريزرفوار. اوكي هسه لاحظ هذا سماليه حديثة ريزرفوار، هذا هو مكان الخزان. او اقدر انه تقدر عادي تلقائيا تعيده، يعني عادي انه هذا الحديثة ريزرفوار اقدر انه اسوي له ديليت، اقدر اسوي له رينيم. هسه اذا قلت له ديليت ريزرفوار، نعم يس اقدر اعيده مره ثانيه، مجرد ما انه هاي مضغوط اضغط بريس كنترول من هنا مثلا الى مثلا هنا، عفوا ما يصير لازم ماي المحادات، فمن هنا بريس كنترول الى هنا، تمام عيني. عرب مثل ما قلنا نبدأ من هنا الى هنا، يعني لا ان يكون بالمحاضات النهائية بالجريد. فهسه احنا نسميه حديثة ريزرفوار باللغة الانجليزية يستقبل الكتابة. حديثة ريزرفوار، فهذا هو مقدار مكان السد والخزان، هذا هو حديثة ريزرفوار. قلت لكم مجرد ما انه احد يريد يغير المكان يغير الاسم. هسه انا اريد اسوي رينيم للريزرفوار او اديت ريزرفوار، اقدر اسوي له تعديل. تمام، منين يبدا الستريم واللاين بوزيشن، منين اقدر انطي من النورث الى مثلا او اقول له مثلا ابدي لي من الساوث مثلا ابلاي، يقدر انه ينطيني من الساوث. تمام، فاقدر اسوي هواي اوبشنات خاصه بالريزرفوار، لان هي منها عندك اديت ريزرفوار يعدل لك النيم مالته، الديسكريبشن تقدر توصفه، الستريم نيم شنو اسمه. تمام عيني، وكذلك الهير ان سيرفيس، السنه مال الخدمه مالته، من يا سنه بدات الخدمه. مثلا اني من 1986، اقول له اوكي، واقدر اغير بيه هواي امور. منين الليبل بوزيشن، منين يبدي، اقدر هنا من هنا ايضا انطي، يعني منين انه يبدي من الساوث من الايست غيرها. فتلقائيا اقول له ابلاي، لاحظ هسه هنا منين انطني هذا الريزرفوار. اقدر اضيف ايضا اوبشن اللي هي طبعا بالمناسبه تقدر اضيف اكثر من ريزرفوار او منطقه الدراسه، يعني مثلا انا عندي هنا خزان ايضا ثاني، اضغط بريس كنترول اللي هو خزان طبقه الى هنا، اسمي مثلا طبقه ريزرفوار، ريزرفوار R E S A R V O I R ريزرفوار، اقول له اوكي. هذا عندي الخزان الثاني، عندي خزان، يعني هي هاي على حسب منطقة الدراسة. أنا يهمني صراحة خزان حديثة، فتقدر تضيف أي خزان مجرد ما تضغط على الطول من هنا، بعدين تضغط بريس كنترول، يعني تضغط على كنترول وتمثله، من تنتهي عليه من تضغطه من هنا راح يقول لك يعطيك يطلع لك الأوبشن. لاحظ هسه راح أضيف لك مال كيبان، ست كيبان، أضغط بريس كنترول، أنا هاي ما زالت مفعلة، أضغط هنا، لاحظ أمشي إلى هنا
اضغط بعد مرة ضغطة ثانية عليها، يقول لي هنا راح اسميه كيبان ريزرفوار، احوله للغة الانجليزية كيبان، كيبان ار اي اس اي اي ار في او اي ار كيبان ريزرفوار. تمام، سميته سد كيبان. هذه عدة ثلاث انواع من السدود الرئيسية المقامة بالنسبة لمنطقة دراستي. نجي أرد أضيف يسموه احنا كومبوتيوشن بوينت، يعني شلون نقطة الحسابات كومبوتيوشن بوينت. من هنا اضغط عليها تفعلت بهذا اللون، مثلا عندي كومبوتيوشن بوينت هنا، اضغط بريس كنترول، كل اوبشن تختاره من هذا الجانب وتفعله لازم تضغط بريس كنترول. لاحظ هسه اختار هاي النقطة، مثلا شنو اسميها؟ اسميها سي، العفو، سي بي 1. اوكي، هسه اختار مثلا نقطة هنا ثانية سي بي 2، اقول له اوبشن الخيار، اقول له سي اضيف نقطة هنا، اقول له اسمها سي بي 2 هاي كومبوتيوشن بوينت. حسبتهم هاي الخيارات بعد ما كملتهم، اقدر اقول للفايل سيف ووتر شيد، احفظ لي هاي الووتر شيد، واقول له ايضا احفظ لي اياها از ماب لاير، مثلا راح ارجع على نفس البي سي وين حفظتها اني بالدي، ضمن البيبر 5 اللي هو الخاص هنا، العفو، هيك ريزرفوار سيموليشن. انا طلبت انه يحفظ لي اياها كخيار ويندو، فاسميها ريزرفوار. يحفظ لي اياها كصيغة ويندو، حفظ لي اياها كصيغة ويندو. ضروري انت كل خطوة تسويها تقلها سيف ووتر شيد دائما، هذا الخيار جدا مهم. هسه لهنا تكون محاضرتنا بالنسبة الخاصة بالووتر شيد سيت اب انتهت تقريبا، اللي هي ايش تتضمن؟ تتضمن خيار انه اني اسوي الووتر شيد، بعد ما اسوي الووتر شيد واكملها واخزنها ضمن اي فولدر انت تريد تشتغل عليه، بعد ذلك نروح الى خيار اللي هو خاص بالفيو، الفيو اقول له لاير، تروح على اللاير تقول له ايديت، تسمح للالاو لاير ايديتنج، بعدين تضيف اللاير، ترجع على المابس راح تلقى الخيار متفعل، يمتى تفعل الخيار مال الماب لاير؟ بعد ما فعلت الالاو لاير ايديتنج، تروح تضيف الماب لاير اللي يقصد بها شنو؟ الريتش. الريتش منين تجيبه؟ تروح على الارك جي اي اس تحمله مباشره، تحفظه كشيب فايل. وين تحفظه؟ بالماب مال الريزرفوار مالتك، اللي هو هذا الماب اللي خاص بالفولدر انت سويته. هذا الفولدر يمتى تكون؟ من سويت نيو ووتر شيد وانطيت الخطوات وانشئ لك ووتر شيد جديد، راح يسوي لك هذه الاوبشنات او الايكونز بداخل الفولدر الرئيسي اللي سميناه احنا ريزرفوار، اي اسم انت تريد تسميه تضغط عليه تلقى هاي الاوبشنات. الفولدر اللي خاص بالريش مال الووتر شيد تحفظه كشيب فايل تخليه هنا، وتروح تستدعي شنو؟ تستدعي اكو واي خصائص راح ينحفظ لك، تستدعي الريش اللي بصيغه دوت اس اتش بي اللي هي شيب فايل، تقول له اوكي، بعد ذلك تشتغل عليه على الديفولت. وهذه الخطوات اللي سويناها احنا ضمن ثلاث محاضرات. اذا عندك اي سؤال او استفسار لحد الان تقدر تراسلنا على القناه وتضيف لنا كومنت وان شاء الله نجاوبك. تكون لهنا محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، ان شاء الله التقيكم على المحاضره القادمه اللي هي تخص الريزرفوار نتورك وشلون راح نشتغل عليها. الى ذلك الحين ان شاء الله لا تحاولون يعني انه تستدعون جميع زملائكم الباحثين، خاصة اللي هم مهتمين بهذا النوع من البرامج، وهذا البرنامج جدا مهم لان يحاكي محاكاة الخزان بالكامل. ان شاء الله نلتقيكم بالفيديو القادم، دمتم بامان الله وحفظه.